السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. إن شاء الله هناخد النهاردة الكولاترال كارتليج افيكشن، واللي هم الكويتور والسايد بون. وزي ما احنا خدنا في الجزء العملي، الكولاترال كارتليج ديت عبارة عن تو كارتليج على الميديال وعلى اللاترال، وهذا هو المسمى الريليتد لكلمة كولاترال، موجودين طبعا على جانبي السيرد فالنكس كوينجز، كأجنحة علشان تمتص الصدمات أثناء اللاندنج بتاعة الحيوان. وهنعرف دلوقتي بالتفصيل مكانها فين، وهنشوف صور ليها، والاتنين أفكشن اللي هما الكويتر والسايد بون عبارة عن ايه. طبعا الهوف كارتليج او بنسميها الكولاترال كارتليج، او المسمى التاني اللي هو الميديال اند لاترال كارتليج، ودول موجودين تو كارتليج موجودين على البروكزيمو بوستيريور اند اوف السيرد فالنكس. اتنين كارتليج وظيفتهم الأساسية إن هم تو بي تو أبزورب ذا موست أوف الكاشن أو الموست ويت. طبعا أول عظمة بتلتقي مع الأرض لما الحصان بيعمل لاندنج على الجراوند هي السيرد فالنكس. فالسيرد فالنكس علشان خاطر بتمتص كمية كبيرة من التروما، كمية كبيرة من وزن الحيوان عند التقائه بالأرض، فلازم في حاجات ربنا سبحانه وتعالى مزودها ببعض الاستراكشر تو اكت از انتي كونكشن. الكاشن او التروما بتبدا تنتقل من البون اللي تحت للبون اللي فوق للجوينت. من ضمن الحاجات اللي ابزورب الكاشن او الابزورب التروما هي الكولاترال كارتليج، عامله زي الجناحين على جانبي السيرد كارتليج علشان خاطر على جانبي السيرد فانكس علشان خاطر تمتص الكارتليج اللي عندي. اول حاجه الكويتر، واللي هو عباره عن انفكشن او نيكروزس اوف الكولاترال كارتليج. يعني بلاقي الكولاترال كارتليج حصل فيها انفكشن، وبالتالي بدا يحصل فيها تاكل ونيكروزس. التعريف البسيط ليها هي عباره عن كرونيك بيورلانت انفلاميشن. كرونيك بيورلانت انفلاميشن، كرونيك بيقعد فتره كبيره جدا، وبيورلانت في عندي بس انفلاميشن اند نيكروزس اوف الكولاترال كارتليج اوف السيرد فالنكس. كاركترايزد باي ساينس اوبننج، في فتحه لا اما اوبننج او اوبننجز اور فيستلس درينج تراكت او تراكتس بروكسمال تو الكورنت. يعني بلاقي ان الفتحات اللي عندي، طبعا الهوف هيتنفس منين؟ الكولاترال كارتليج دي موجوده تحت جوه في الهوف، في جزء منها موجود في الهوف وفي جزء موجود منها تحت الجلد. اللي بيتم اصابته او اكتر هو الجزء اللي موجود تحت الجلد، او لو حتى حصل نيكروزس للجزء اللي موجود في الهوف تبدا الكارتليج تتاكل لغايه ما تنفس بالمسمى الدارج، بتنفس من الجزء اللي هو السوفت اللي هو من تحت الجلد، اللي هو الجزء البسيط اللي موجود على الجانبين كولاترال للكورنت، فوق الكورنت بحاجه بسيطه، فوق الكورونري باند بحاجه بسيطه زي ما نشوف الصور بعد كده. وبالتالي هيؤدي الى الفور ليمب ليمنس. مينلي بيبقى في الفور ليمب ليس كومون في الهايند ليمب. ومن الاسباب الرئيسيه الفور ليمب طبعا متعرضه اكتر للتروما وشايله وزن ايه اكتر، وبالتالي الاصابات بتبان فيها اكتر. الايتيولوجي، ممكن في اصابه على مستوى الكورنري باند زي الانجري زي الانفكشن على مستوى الكورنري باند او فوق مستوى الكورنري باند، فوق على طول الكولاترال كارتليج، فوق الجلد اللي مغطي الكولاترال كارتليج هيعمل لي مشكله. ممكن نتيجه السكن نيكروزس اوف ذا افكتد اريا ديو تو كولد ويذر اند المويتشر، يبدا الجلد يتشقق، يبدا يلتهب، يبدا يحصل فيه نيكروزس، يبدا يحصل له اكستنشن للكولاترال كارتليج. لو اتكلمنا عن المدخل من منطقه السول من تحت الهوف، فبيبقى سكندري للبنتريتنج ووند اوف السول، بلاقي ان المسمار دخل تعمق شويه وصل للكولاترال كارتليج، حصل فراجمنتيشن للكارتليج، وبالتالي حصل فيها نيكروزس وبدا الجسم يتعامل معاها كانها جسم غريب وبدأ يحاربها، والحرب ديت او الاميونيتي او الاميونو رياكشن بدأ يظهر في شكل بص. سيبتك مض طبعا لو المكان الحيوان واقف فيه مش نظيف ودايما بلاقيه رطب. سبريد الانفكشن ونكروزس اوف كولاترال كارتليج.
او ممكن تبقى كومبليكيتد ليه افكشنز تانية زي الساند كراك وزي السابيورتيف كورن اللي هنعرفهم في مكانهم ان شاء الله. الكلينيكال ساينس اللي عندي في ساينس ات الليفل اوف اللاترال اور الميديال كارتليج على جانبي واحده من الاثنين، لا اما اللاترال لا اما الميديال كارتليج بروكسيمال للكورنيت او الكورنري باند. الساينس او الساينسز دي ديستشارجنج جريش بيورلانت باس ستريكد ويز بلاد. السابيورتيف ساينس ماي هيل اوفر اند ذن ري اوبن تو درين، يعني ممكن الاقي قفل بقشره وبعد كده فتح تاني في نفس المكان او فتح تاني في مكان تاني. سويلنج وهيت وبين اوفر ذا كورونري باند اوف ذا افكتد سايت، طبعا هلاقي طبعا الكورونري باند زي ما احنا عارفين ان فيها الاثنين كوريام يعني فيري فيري سنسيتيف، فهلاقي في سويلنج وهيت وسيفير بين على مستوى الكورونري باند اوف الافكتد سايت. طبعا بلاقي في بالمر ديجيتال بالسيشن، البالمر ديجيتال ارتري طبعا هلاقيه في سيفير بالسيشن في الحاله ديت بسبب الانفلاميشن، وبالتالي البلاد سبلاي بيزيد للهوف وللمنطقه اللي فيها انفلاميشن، فهلاقي مكان ما هنعرف بعد كده مكان البالمر ديجيتال نيرف اللي هو موجود على الاثنين لاترال والميديال اسبكت ما بين الكورنري باند وما بين الفيتلوك، يعني تقريبا على مستوى الباسترن بحس بالبالمر ديجيتال بالسيشن لو انا مسكت الحافر او مسكت المنطقه ديت. variable degree of limbness طبعا according to nature of lesion may be not lame، يعني لو الافكشن مش اكستنسيف قوي مش هلاقي فيه عرج، ولكن once the abscess open and drain limbness usually subside، اول ما يفتح الابسس من فوق الكورنري باند هلاقي الليمنس بدا ايه بدا يقل معايا. وادي شكل الكويتر اللي عندي اللي بتكلم فيه والمكان بتاعه فوق الكورنري باند زي ما احنا ايه قلنا. طبعا ده هنا فيه اتنين ساينسز باتنين اوبن. ادي شكل اخر للكويتر، ادي شكل تالت للكويتر، شكل رابع للكويتر. الدياجنوزس طبعا في البلين راديوجرافي ان انا هعمل راديوجرافي هعمل اكس راي علشان اعمل رولينج اوت، يعني عشان استبعد ان في اصابه عندي في السكند والثيرد فالنكس. تمام. فيستولوجرافي ان انا هجيب ماده كونتراست ماتيريال صبغه وهحقنها جوه الفيستولا وهبدا اخد اكس راي وهشوف اليوروجرافين او الصبغه اللي انا حقنتها ديت وصلت اخرها فين، يعني الساينس اخره فين. تمام. وفي الغالب طبعا هلاقيها اخرها هي في مكان الكولاترال ايه كارتليج، والطريقه ديت اللي هي الفيستولوجرافي تو ديترماين لوكيشن عشان اشوف المكان والديبس اوف ذا ساينس. ديفرنشال دياجنوزس لازم افرق الافكشن ديت من افكشنز ثانيه زي حاجه اسمها الجرافل السب سولار ابسس والبيدال اوستايتس والتروماتيك ووند. الجرافل والسب سول ابسس والبيدال اوستايتس وفرقهم من الكويتر. طبعا الجرافل والسب سولار ابسس والبيدال اوستايتس درينج تراكت لوكيتد ات الليفل اوف الكورنري باند، يعني التراكت عندي او الفيستولا عندي بتتفتح مفتوحه على طول عند الكورنري باند. اما بالنسبه للكويتر لان الكولاترال كارتليج بتعلو الكورنري باند ببعض السنتيمترات فهلاقي فيه مالتيبل فيستولا تراكت بروكسيمال تو الكورنري باند اوفر ذا كولاترال كارتليج. ايه تاني بالنسبه للجرافل والسبسولار ابسس والبيدال اوستايتس دايما بلاقي لوكالايزد انفلاماتوري بروسيس، اما بالنسبه للكويتر فبلاقي ديفيوز انفلاميشن لوكيتد مور بروكسيمالي. الكومبليكيشن ممكن العمليه تنتهي معايا بحاجه اسوا زي السيبتيك ارثرايتس اوف ذا كافن جوينت، ممكن يحصل نيكروزس لجزء كبير من الكولاترال كارتليج، ممكن يحصل نيكروزس للسيرد فالنكس، نيكروزس للسنسيتيف لامينيه اللي اتكلمنا عنها في الجزء بتاع العملي، نيكروزس للديجيتال كاشن اللي اتكلمنا عنها في الجزء بتاع العملي، وممكن جنجرين اوف السكن. البروجنوزس طبعا بيبقى جاردد تو انفيفرابل، بيعتمد على الديوريشن اوف الكونديشن بقالها قد ايه، وبالتالي الفتره ديت ايه اللي حصل له نيكروزس في خلال الفتره دي. تمام. كل ما الوقت بيتقدم كل ما الاستراكشرز بيحصل لها نيكروزس بتبدا ايه بتبدا تزيد معايا وتبقى مور باد تبقى بادلي.
التريتمنت عندي في ميديكال تريتمنت باي اريجيشن، ميديكال باي تراكت اريجيشن، بعمل سترونج انتسيبتيك سوليوشن اريجيشن زي الكبر سلفيت 5%، بعض المستحضرات زي التريبسين انزايم عشان اشيل اي نكروتيك تيشو. بعديها بعشر دقائق بالظبط بعد ما بسيب الكبر سلفيت والتريبسين ياخدوا وضعهم وياخدوا وقتهم في العمل ان هم ياكلوا النيكروتيك تيشو وياكلوا البص اللي موجود، هبدا اعمل فلاشنج بنورمال سلاين تو نيوترلايز ذا انسيبتيك سوليوشن، وافضل اعمل اريجيشن بالنورمال سلاين لغايه ما اعمل ريموفنج لكل النيكروتيك تيشو اللي موجود عندي. راديكال تريتمنت باي سيرجيكال اكسيجن، طبعا بعمل في الحاله ديت جنرال انستيزيا لان المكان فيري فيري سنسيتيف، بعمل تورنوكوير وبضغط فوق الفيتلوك جوينت، بعمل ديبرايدمنت ببدا اكحت النيكروتيك تيشو والنيكروتيك بلاكش كولر كارتليج. بعد ما بعمل اليبتيكال انسيجن حوالين الفيستلس اوبننج، يعني باجي حوالين الفيستلس اوبننج بعد ما عملت جنرال انسيزيا واعمل تورنوكوير، هبدا ان انا اعمل اليبتيكال انسيجن بيشمل في الداخل التراكت، وابدا ان انا اكحت كويس جدا 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 واشيل اي نيكروتيك تيشو موجود. بيالاو فري درينج باي الهول درينج ان الهوف وول فنترال تو نيكروتيك كارتليج اند انتروديوس بولي ايثيلين بيرفوريتد تيوب ثرو ات از ا كاونتر اوبننج. يعني ايه؟ انا في عندي فتحه من فوق تمام، دي راديكال تريتمنت بيبقى في المور باد كيز، عندي فتحه فوق ببدا اعمل اليبتيكال انسيجن حواليها واوسعها واعمل ديبرايدمنت كويس، ابدا اجي تحتيها بس في الهوف وول في الوول بتاعت الهوف واعمل دريلينج هخرم فيها وادخل بولي ايثيلين تيوب من فوق لتحت متخرمه طبعا من النص علشان خاطر لما احقن من فوق الانتسيبتيك سوليوشن يبدا يتسرب ويتخلخل ويتخلل داخل الجزء من الهوف الافكتد اللي كان فيه بص اساسا، ويبدا يحصل دريلينج وينزل لي من تحت، وهقف لما اجي اعمل فلاشنج بالانتسيبتيك سوليوشن ينزل لي زي ما هو الانتسيبتيك سوليوشن وزود اني بص. درينج اند اريجيشن باي سترونج انتسيبتيك سوليوشن زي التنكشر اوف ايودين 2.5% ديلي تيل كومبليت هيلينج، باكينج ذا ووند ويز ايودين سوكد جوز اند سترايل باندج از ابلايد تو ذا هوف. يعني كل يوم هعمل فلاشنج، وبعد ما اعمل فلاشنج هاجي اروح احط حته تامبون اللي هي حته قطن جوه حته شاش سوكد ويز ايودين، وبعد كده هلف حواليها الايه الباندج عشان خاطر ما تاخدش انفكشن من الجراوند. Acrylic patch placed over the hole to prevent secondary infection just after the infection is completed completely seized. يعني بعد ما اطمن ان ما فيش بص خالص الجزء من الهوف اللي انا فتحته وعملت فيه دريلينج، بجيب ماده زي الاكريليك اللي هي بملى بيها فراغات الاسنان في حالات التسوس، وابدا ان انا اقفل بيها الهولز اللي موجوده عندي تمنع اي ascending infection هتيجي من الجراوند. بدي antibiotic systemic and local injection. الافكشن الثاني اللي هناخده برضو ان شاء الله مع بعض واللي مرتبط جدا بال او في الاساس مرتبط بالكولاترال كارتليج هو السايد بون. ايه بقى اللي بيحصل عندي في حالات السايد بون؟ بيحصل عندي اوسيفيكيشن للاثنين كولاترال كارتليج. طبعا مع تقدم سن الحيوان الطبيعي ان اي كارتليجنس او موست الكارتليج موست اوف كارتليجنس ستراكشر في الجسم بيحصل لها اوسيفيكيشن، ولكن الابنورمال ان يحصل عندي بريماتور ابنورمال اوسيفيكيشن واللي بيؤدي للعرج، وطبعا كعاده الفور لمب عشان هي اللي بتشيل وزن اكتر وهي اللي بتتحمل معظم الصدمات اثناء اللاندنج، غير الهايند لمب اللي هي اكت از بروبيلنج قوة دفع يعني، وبالتالي بلاقي ان الفور لمب هي الموست افكتد. الفيميل مور ذان ميل بطبيعة الاوزان التقيلة وخاصة ديورنج البريجنانسي بلاقيها هي الاكثر اصابة. اللاترال كارتليج مور ذان الميديال كارتليج، بلاقي ان اللاترال كارتليج موستلي افكتد بالسايد بون ذان الميديال كارتليج. الايتيولوجي ريبيتد concussion of the quarter، المنطقة بتاعت الكوارتر اللي هو بتاع الجانبي الهوف دايما لو حصل فيها repeated concussion صدمات متتالية متتالية متتالية
يبقى انا كده بعرض الكارتليج ديت للصدمات تروما، هيحصل فيها انفلاميشن سب كلينيكال انفلاميشن، بعد كده هنخش في عمليه الاوسيفيكيشن. البور كونفورميشن في حالات البيز وايد والبيز نارو هنقولها بالتفصيل في الجزء العملي. البور كونفورميشن ديت بتلقي المزيد من التروما والمزيد من الاستريس على جنب بغض النظر عن الجنب الثاني، وبلاقي وبالتالي بلاقي ان الجنب اللي عليه مور ستريس هو الاكثر اصابه، سواء كان الميديال سايد او لاترال سايد. الامبروبر تريمنج او الشوينج هيؤدي الى برضو الان ايفن لودنج للوزن عندي، لو انا مش حادي الحيوان كويس الشو في ناحيه عاليه وناحيه واطيه هلاقي في لود اكتر على الناحيه الواطيه. كلينيكال ساينس بلاقي في ليمنس، ولكن الليمنس هنا بيبقى الى حد ما جريد قليله، ممكن يبقى رير بريزنت اونلي ديورنج الستيج اوف انفلاميشن في المرحله الاولانيه، ولكن ديسابير افتر اوسيفيكيشن. اسيمتريك سويلنج في الباسترن ريجون زي ما هنشوف دلوقتي. هاردنينج اند بين ديورنج بالبيشن اوف الكولاترال كارتليج، وانا جيت ضغطت على الكولاترال كارتليج هلاقي ناشفه، المكان ناشف وبينفول زي ما احنا شايفين كده في اسيمتري في منطقه الباسترن، ولو انا جيت ضغطت على المكان ده هلاقي ان في بين والحيوان مش مستحمل، وهلاقي ان المكان بقى مور هارد. طيب حاله زي دي ازاي اعمل لها دياجنوز؟ سهل جدا، مجرد ان انا عملت اكس راي للحافر زي ما احنا شايفين بلاقي ان الكولاترال كارتليج اللي بيبان ويز شادو قليل جدا، يعني ما بين ان هي راديو اوبيك وان هي راديو ليوسنت بلاقيها ظهرت جدا بنفس الراديو اوباستي بنفس البياض بتاع البون. لو انا عملت بالمر ديجيتال نيرف بلوك زي ما احنا هناخد بعد كده في طرق الدياجنوزس هلاقي ان انا مجرد لما بعمل نيرف بلوك للبالمر ديجيتال نيرف يعني العرق بيختفي. الانفراريد ثيرموجرافي لو انا استخدمت الكاميرا الحراريه هلاقي ان في ثيرمال جريدينت من عند المكان بتاع الكولاترال كارتليج. التريتمنت طبعا لازم اعمل ريستنج للحيوان، اعمل ريموفنج للكوز بان انا اعمل كوركشن للامبلانسد فوت، واحاول اركب تشوك ابزوربنج باد حته كاوتشه كده زي ما نشوف في السلايد اللي بعد كده عشان تمتص جزء من الصدمات. بدي انتي انفلاماتوري زي النون سترويدر انتي انفلاماتوري بيعمل ريدكشن للانفلاميشن بروسيس. سيرجيكال ريموفنج اوف السمول بروكسمال تشيب ان فراكشرد سايد بون لو نتيجة الخبطة لو حصل فيها فراكشرنج، الجزء اللي حصل فيه اوسيفيكيشن حصل فيه فراكشرنج بضطر ان انا اشيله. راديكالي خالص في الاخر بضطر ان انا اعمل بالمر ديجيتال نيوروكتومي، بقطع النيرف سبلاي للمكان اللي عندي علشان خاطر امنع الوصلة العصبية. ان انا هأذي الحيوان بس هطول شوية من الوركينج لايف وزود بين. وادي صورة التشوك ابزوربنج بيت.